أنا صاحب كرم الزيتون اللي احترق قريب على المكب. تشعيل النار هو فعل هني شعلوا مكب الزبيلة ورجعوا شعلوا الأراضي. أنا بالعين المجردة شفتهم شعلوا إجا رنج بقلب المكب دخل من البوابة الرئيسية وإجا على الأراضي المجاورة شعل هن نزلوا اثنين منه واحد طلع على الجبل هيدا واحد على الجبل هيدا. قد ما كانت الضخمة قوية صار عليها خنق الجيش كمان وفطس ما وش الضيعة ما في أرض طلع فيها لأ كونه الأرض احترق واحترق القمح للعالم يعني كان لسه القمح ناس حاصدة ناس لسه منها حاصدة رمت بأرض وما حدا إجا كشف علينا هي والنحل نفس الشيء ولسه الضيعة تركت بيوتها خاصة الحارة الفوقانية. أنا مني أنا أمي وبي وديتهم على فنيدق مشان ما قدروا ضاينوا هون أو مرضوا وبي دخل المستشفى. أنا صرت على آخر عمري بس ما برضى ابني يعيش بمرض كلياتها امراض جلديه كلياتها امراض صدريه. المنطقه تلوثت باكملها. ما راح نسكت على هذا الموضوع لو كان على جسدنا.